معاد أبو الهنا فنان تشكيلي أستاذ تربية تشكيلية. بديت التجربة ديالي في 2007 وتعلمت بزاف التقنيات وعاودت بزاف ديال المدارس الفنية اللي خلاني في النهاية أنني نخرج واحد ستيل خاص بيا ونتميز به. طبعا اللوحة ديالي كنبغي نبين المرأة المغربية الأصيلة والمشاهد اليومية ديالها، كذلك رجعت للتراث المغربي العربي والأمازيغي اللي هو غني بزاف الحاجات تقدروا نعملوهم منه. الوغ جبت منهم الزخارف، الأواني، أي حاجة اللي نقدروا نحاول نبينوها بألوان جديدة وتقنيات جديدة. باش تنجح في واحد المسار فني ضروري خصك ترجع للهوية ديالك وليدونتيتي ديالك تبينه، وشكون انت ضروري خصك اللمسه ديالك باش غادي تتميز على الاخرين، ضروري خصها تكون فيها البصمه. الوغ البصمه اللي ديالك ماشي ديال اي واحد، ولكن تقدر تبدا شي حاجه تكون تميز عليه.